إطالة لسان، المادة 195 من قانون العقوبات. كنت أكتب البيتين على بإصبعي على جدار الزنزانة وأحفظهم، بعدين أفكر بيتين وأكتبهم بإصبعي برضو على جدار الزنزانة، يصيروا 4 أبيات، وأجمع 4 وبعدين كمان بيتين يصيروا 6، ليصير يعني حوالي 20 بيت بالقصيدة، فأحفظهم بهذه الطريقة. لما صار عندنا ورق وقلم صرت أكتب على ورق وأطوي الورق بحيث يكون عرضها بالكثير سنتي وسمكها أقل من 2 ملي، وكنا نهربوا من تحت الشبك شوي شوي للي بيكون جاي في الزيارة إلنا بالمقابل. المحكومون بالإعدام.